ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق خلقا وجمالا، قد يكون الرزق عقلا راجحا زاده الحلم جمالا وكمالا، قد يكون الرزق زوجا صالحا أو قرابات كراما وعيالا، قد يكون الرزق علما نافعا، قد يكون الرزق أعمارا طوالا، قد يكون الرزق قلبا صافيا يمنح الناس ودادا ونوالا، قد يكون الرزق طبعا خيرا يبذل الخير يمينا وشمالا، قد يكون الرزق ثوبا من تقى فهو يكسو المرء عزا وجلالا، قد يكون الرزق بالا هادئا إنما المرزوق من يهدأ بالا، قد يكون الرزق عرضا سالما ومبيتا آمن السرب حلالا. ليس شرطا أن يكون الرزق مالا، كن قنوعا واحمد الله تعالى. واحمد الله تعالى.